مستمعينا من صوت بيروت ولبنان الواحد، نحييكم وإلى لقاء جديد مع برنامجكم الأسبوعي مع الناس. من بين السياسة والأمن وغيرها من الملفات التي باتت تؤرق حياة اللبنانيين، تطل أزمات أخرى ليست أقل ثقلا على المواطن، ومنها أزمة الفقر والبطالة، الأزمة القديمة والمتجذرة في الاقتصاد اللبناني تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. ولا يبدو مع الأسف أن في موقع المسؤولية من في وارد وضعها ضمن سلم أولوياتهم، يد عاملة غير لبنانية ضاغطة وواقع معيشي صعب بات عبئا كبيرا على أي معيل لأسرته، هذا إذا كان يمتلك عملا، فكيف الحال مع بطالة مستشرية تطال تداعياتها السلبية معظم الشباب اللبناني؟ للبحث في أزمة الفقر والبطالة، أسبابها والحلول للخروج من هذه الآفة الخطيرة، نستضيف المديرة العامة لمجموعة بسمة الدولية للمساعدة الإنسانية السيدة جولشان سقلام. أهلا وسهلا فيك أستاذة. شكرا، مساء الخير لك سيد جومانا وللمستمعين الكرام ولأسرة إذاعة صوت بيروت. يا أهلا وسهلا فيك. بالبداية يعني مثل ما أشرت، الفقر اللي هو أزمة منا أزمة جديدة على الساحة اللبنانية، أزمة حديثة قديمة ظاهرة انتشرت بشكل واسع جدا بلبنان. خلينا بالبداية نحكي، أيمتى منقول، أيمتى منحكي عن الفقر، أيمتى كيف فينا نعرف الفقر هيدي الظاهرة اللي خطيرة؟ تفضلي. نعم، بحسب تعريف البنك الدولي للفقر، أي شخص هو تحت خط الفقر، الإنسان اللي ما بيقدر يأمن الاحتياجات الأساسية، نعم، وخاصة الطعام، الملبس والسكن، هيدول الناس بيعتبروا هن تحت خط الفقر وبدائرة الفقر. نعم، برأيك في منطقة يعني بلبنان فينا نستثنيها من خط الفقر، أو ما بعرف إذا فينا يعني نقول في منطقة أكثر فقرا وأقل فقرا في لبنان؟ نعم، للحقيقة إذا بدنا نستثني، لا، ما في ولا منطقة مستثنات من الفقر، ولكن في تفاوت. يعني إذا بنطلع المناطق الحدودية وخاصة، نعم، منطقة عكار، وادي خالد، منطقة البقاع، هيدول المناطق اللي هن أكثر فقرا، والأزمة عم بتزيد، وخاصة اللجوء السوري. يعني الأزمات عم بتساهم بشكل رئيسي، نعم، بازدياد الفقر. فإذا بدنا نصنف أي مناطق هن أكثر فقرا، هدول المناطق الحدودية هي الأكثر فقرا. وهون بحب أقول شغلة، دايما الناس يعني ما بتشير لها، عنا بؤر فقيرة بقلب مدينة بيروت، بقلب العاصمة بيروت، بؤر فقيرة بتشبه المناطق الحدودية وبتشبه مناطق عكار والبقاع ووادي خالد وغيرها، والناس منا شايفتها. وهيدي المناطق يطلق عليها هي الأكثر فقرا وهي تحت خط الفقر. قد ايه هذا الشيء يعني بين قوسين معيب انه يكون في عنا هيدا النسبة المرتفعة من الفقر بالعاصمة بيروت؟ طبعا اليوم نحن بنعرف في جاب بين المدن وبين القرى بإيصال الخدمات وإيصال الاحتياجات الأساسية أو الحصول على الاحتياجات الأساسية، ولكن نحن اليوم صار الجاب بالمنطقة بين يعني إذا بدك حي وحي. يعني بنطلع الرملة البيضاء هون، أغنى أغنياء البلد قاعدة بالرملة البيضاء، حتى دغري اللي هو جناح، في مناطق هي من الناس الأكثر فقر. إذا منطلع حي طلميس، حدو مناطق
إمكانياتها جيدة أو مقبولة، بينما حي طلميس هو من البؤر الفقيرة جدا واللي ما عم تحصل حتى على الأكل بشكل يعني يأمن العدالة الاجتماعية لهدول الناس. ست جولشان بعد في طبقة متوسطة بلبنان ولا خلص بطلنا صرنا طبقة كتير فقيرة وطبقة كتير غنية؟ الحقيقة وهيدا الخطر أنه بأي بلد أنت بدك تقولي في تسلسل اجتماعي طبيعي المفروض يكون في ثلاث طبقات، اللي هي الطبقة الفقيرة، الطبقة المتوسطة اللي هي اعتمادها على الموظفين المتوسطين، والطبقة الغنية. اليوم ما بقى يعني الطبقة اللي كنا نسميها متوسطة واللي للأسف عم بتزول يوم بعد يوم، صارت هالطبقة مديونة كلها للشركات الخاصة، ووضعها صار صعب لأنه حتى وظيفتها ما عم بتأمن لها الشكل اللي بيعيشها بكرامة وبإنسانية. نعم. من هون يعني نحن عم نقضي على الطبقة المتوسطة، وعلى فكرة الطبقة المتوسطة هي اللي بتشغل المؤسسات متوسطة الحجم وصغيرة الحجم، لأنه هيدي الطبقة هي اللي بتلجأ لهيدي المؤسسات، والمؤسسات هيدي بتعتمد عليها كون اليد العاملة تبعيتها تتناسب مع هاي المؤسسات، وهيدي المؤسسات بتكون مستمرة وقائمة على هيدي الطبقة. فكتير ضروري الحفاظ على الطبقة المتوسطة لتستمر المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. نعم. عوامل عديدة استاذي يعني تقف وراء هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور عوامل الفقر في المجتمع اللبناني؟ نعم، الحقيقة في عدة أسباب. أول سبب الفساد السياسي والاقتصادي بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى. نعم. تاني سبب وكمان كتير مهم، غياب السياسات والتخطيط من قبل المسؤولين أو الجهات المعنية. الجهة التنفيذية اللي هي الجهة المعنية. نعم. اليوم لما يعني اليوم أي بلد بتجي الحكومة بتحط خطة وطنية بتطال كل القطاعات. نعم. هالخطط توضع لتطوير القطاعات، لاستمرارية القطاعات بشكل أفضل، ودائما يعني نحن بدنا نشوف الظروف اللي نحن فيها وننطلق منها، بدنا نشوف الظروف والاحتياجات وننطلق منها. اليوم لما ما بيكون في سياسات اقتصادية نعم. مدروسة بسياسات اقتصادية بتطال كل القطاعات، وهالقطاعات عم تأمن خدمات للناس، هيدي ثغرة كبيرة. كمان الشيء الثالث اللي هو غياب الاستثمار بالقطاع الخاص، لأنه اليوم الاستثمار بالقطاع الخاص هو اللي بيأمن العمل، هو اللي بيأمن يد عاملة، بيزيد دائرة العاملين وبيزيد المساحة للناس لتقدر تشتغل وتنتج. وهون بيكون عم تقوي الاقتصاد، اقتصاد البلد، وعم تعطي الناس احتياجاتها المعيشية. بس للأسف هيدي السياسات غايبة، هيدا الاستثمار غايب. يعني منيح اللي بعد في مؤسسات تؤمن بالبلد وعم تستثمر وعم تستمر بالبلد، ولكن بحاجة أكتر نركز على الاستثمارات بالقطاع الخاص من مشاريع يكون مردودة. يعني المشاريع بدها تكون مدروسة، يعني تيكون مردودة على الطبقة اللي لازم ننهض فيها. بس هيدا الموضوع مع الأسف خاصة بالفترة الأخيرة أستاذي، يعني عم نشهد إقفال لكتير من المؤسسات والشركات الصغيرة والكبيرة، حتى الاستثمارات يعني إلى تراجع مع نعم. الأسف نعم للأسف. ما هو ليش عم بيصير في تراجع؟ لما عم بيجي أي جهة أي شركة بدها تستثمر بالبلد، لما ما عم تشوف أنه بتقدر تستمر، يعني الماركتينج صار ضعيف عنا. ليش؟ لأنه التسويق صار ضعيف عنا، لأنه اليوم
هالشركات اللي عم بت... وهون انا بحب اربطها بقصه العماله الاجنبيه خلينا الأجنبية نقول او السوريه يعني, يعني هي الساحه اللبنانيه يعني تتسع صحيح من الجهه نحن اللجوء السوري لا شك عمل ضغط كبير على البلد, يعني كون البلد لا يتحمل, يعني اليوم نحن عندنا امكانيات انه نحن نقدم خدمات ل 3 مليون ونص او ل 4 مليون, نحن صرنا حاليا حوالي 6 مليون, ولكن بذات الوقت هالشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الاستثمار عم تعتمد على يد العاملة السورية الأجنبية بشكل رئيسي أو الأجنبية, لأنه عم بيكون رواتبها يعني مقبولة متدني أكثر من العامل اللبناني صحيح, وهيدا عم بيخلي هالشركات تستمر, استمرارية الشركات الحقيقة عم تكون بالدرجة الأولى على اليد العاملة الرخيصة. نعم. هيدا يعني كمان لازم ننظر له بإيجابية حتى ما دايما نقول الضغط وعم ياخدوا العمل من قدام اللبنانيين, من جهة إيه ومن جهة لا, لأنه عم يدعم. هو كمان المواطن اللبناني هون له دور بهيدا الموضوع, يعني المواطن اللبناني ما عم يقبل بالأجر اللي بيقبله العامل الأجنبي. صحيح, وهون ما فينا نلوم يعني مش بس العامل الأجنبي عم بيزاحمه. صحيح, يعني بعتقد كل شيء وإله مبرر. اليوم العامل اللبناني ظروف حياته تختلف شوي عن ظروف حياة السوري. نعم. العامل اللبناني إذا بده يدفع أجار ويدفع مدارس ويدفع تأمين صحي, لأنه ما تنسي نحن ببلد ما عنا تأمينات الأساسية, يعني بأي بلد اليوم أنت تعليمك ببلاش, التغطية الصحية ببلاش, يبقى أنك أنت تشتغلي وتعيشي. صحيح. فهدول بيضل يتأمن, ونحن عنا لا, بده يشتغل وبده يأمن كل الاحتياجات الأساسية اللي يفترض الدولة هي اللي تأمن له إياه. هلأ احنا ما بدنا نلقي اللوم على الدولة كمان, لأنه لبنان مرق بظروف كتير صعبة ودائما في محاولة للنهوض, ولكن أنا بشوف أنه السياسات اللي عم تعتمد هي الخاطئة. يعني كان البنك الدولي حاطط خطة وحاطت هدف بأنه بال 2030 نحن نقضي على الفقر, وكانت اليون الأمم المتحدة كانت حاطة الخطة التنموية للألفية الثالثة بأنه نحن نوصل لرقم معين من الفقر وخط الفقر. الاثنين مش عم بيصيروا, كل يوم عم يزداد الفقر, يعني الفقير عم يزداد فقرا والتهجير عم يزداد, الأزمات عم بتزيد. هلا كمان نحن خلينا نربطها بأوضاع المنطقة, يعني نحن كل ما بيكون في مبادرات وضع أمني متوتر بينعكس في مبادرات, يعني مثلا كان في النائب روبير فاضل كان عنده مبادرة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية, وكانت يعني فكرة أنه تكون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين الدول المانحة للناس اللي هن تحت حد الفقر. نعم. يعطون مبلغ معين من المال, وحطوا شرطين وقتها, يعني هالشرطين شرط إلزامية التعليم لأولادهم, لأنه اليوم المواطن لما عم بيكون ما قادر يأكل ما عم يعطي أولوية للتعليم. والشرط الثاني أنه يخضعوا لتدريبات مهنية, يحصلوا على مهنة ويشتغلوا من خلال هالمهنة, فهذا كان منيح. ولكن المبادرات مش عم يعني نحطها يعني بموضع التنفيذ, ما بتكون سارية المفعول, يعني ايه نحن عم نقترح مشاريع وعم نقترح مبادرات, ولكن لما عم نروح للتنفيذ ما عم بيكون في تنفيذ لهالمبادرات. فكتير مهم أنا برأيي المجتمع المدني عمل توازن بين الفراغ اللي تركته الدولة وبين احتياجات المجتمع. يعني اليوم المجتمع المدني عم بيقدم مشاريع بطال هالناس, ولو انه بده تنظيم اكثر, يعني بده يمكن
اتفاق مع الدولة ليتنفذ هالمشاريع. يعني بغير بلدان الدول المانحة بتجي بتقدم المنح تبعيتها للدولة، والدولة هي بتنفذهم عبر أو بالتعاون مع المجتمع المدني ومع البلديات ومع الجهات المختصة. ولكن اللي عم بيصير العكس، يعني عم بيجي التمويل لجهات مشكورين عم بيشتغلوا مش لا، ولكن صار مشرزم العمل مش عن طريق الدولة. صحيح، مشان هيك يعني، ونحن حتى يعني ما في خطط موجهة من الدولة لها الأزمات اللي عم نعيشها. يعني مثلا اللاجئين السوريين لهلأ ما في مشروع شامل. انتهت الأزمة ستنا وما ما في. صحيح، يعني صرنا مع الأسف يعني سبع سنين وبعدها يعني هيك بتوافقين الرأي استاذي جولشان بأنه الفقر والبطالة سببهما الفساد السياسي بالدرجة الأولى؟ بالدرجة الأولى. نعم. الفساد السياسي والاقتصادي. والاقتصادي يعني. نعم. هون بحط صحرين السطر تحت الفساد الاقتصادي، لأنه اليوم عم نشوف المبالغ اللي عم تجي للمشاريع ولكن تنفيذها وين عم بيروحوا وين شو عم بيصير. وهون نحن طبعا ما عم نوجه تهمة لأي جهة، ولكن في سوء، إذا بدك في سوء إدارة للمشاريع، في سوء إدارة الموارد بهيدا الموضوع. يعني اليوم لما بيكون عندك بلبنان 40% تحت خط الفقر، هيدا حسب البنك الدولي، وفي مؤشر يعني 350 ألف مواطن هن لا يحصلون على الاحتياجات الأساسية، في مشكلة. وفي مؤشرات بتقول بعد فترة 190 ألف مواطن كمان إذا استمر الوضع هيك رح يصيروا تحت خط الفقر. طب أنت على 3.5 مليون أو 4 مليون، لما عم تشوفي هيدا الكم اللي هو تحت خط الفقر، يعني عنا مشكلة، عنا أزمة حقيقية وعم تتفاقم. يعني بدل ما نحن حسب خطة البنك الدولي وحسب خطة الأمم المتحدة، نعم، القضاء على الفقر بسنوات قادمة، يعني معناتها حيزيد الفقر وما رح تنتهي الأزمة. نعم، اليوم الفقر هو إحدى الأسباب التي تؤدي إلى البطالة. ما بعرف إذا فينا نقول الفقر والبطالة وجهان لعملة واحدة. طبعا، يعني البطالة هي الفقر والفقر يؤدي إلى البطالة. اليوم البطالة بلبنان لا تقتصر فقط على منطقة مثل ما ذكرنا عن الفقر، ولا على مساحة معينة من لبنان. وخلينا نحكي إذا فينا نقول إنه البطالة تتأثر بالدورة الاقتصادية العالمية، مثل أي شيء بلبنان، كل شيء خارج لبنان ينعكس على الساحة اللبنانية. اليوم حالة الركود اللي عم يشهدها العالم اليوم اقتصاديا تنعكس على لبنان. أدي هيدا الشيء عم بيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بلبنان؟ نعم، صحيح. نحن اليوم ما فينا نفصل الفقر عن البطالة، لأنه الفقر هو اللي بيؤدي للبطالة. نعم. وهون أنا بأكد على شغلة ضرورية، يكون في دعم مادي أكثر للقطاعات الإنتاجية. يعني لبنان اليوم على شو بيعتمد؟ بيعتمد على السياحة بالدرجة. نعم. الأولى بالدرجة الأولى. صناعة وعندنا خدمات. قطاعات. نعم. تانية صناعة وخدمات، وعنا الزراعة. قطاع الزراعة صار شبه مختفي. يعني شيء محزن، شيء محزن ومعيب بحقنا. اليوم نحن كمان هيدي سياسات غلط. أولا لازم يصير في إنفاق أكثر على هيدي القطاعات، لازم يصير في رقابة أكثر على هالقطاعات، ولازم يصير في تطوير للقطاعات. اليوم المزارع اللبناني بعده عم يشتغل بإيده بطرق كتير بدائية. يعني أنا من فترة كنت بسويسرا، لما رحت على ريف سويسرا وشفت المزارعين كيف عم يشتغلوا، الدولة كيف دعمتهم، المزارع بيستعمل سيارة أهم من سيارة مدير بالمدينة. ليش؟ لأنه في تقديمات هيدا المزارع تيشجعوه عيش بكرامة. نعم. عم بيشغل ناس. نعم. هون نربطها بالبطالة. يعني اليوم العنب، هن معتمدين على العنب بريف سويسرا. العنب بيعيدوا تصنيعه
بيهتموا فيه بشكل جيد، الدولة عم تصرف عم تنفق على هيدا القطاع، هيدا عم يعطيهم إنتاج رائع، يعني عم يعطيهم إنتاج بيصب بصندوق الدولة، يعني بيصب لدعم الاقتصادي للدولة، وبذات الوقت بيعيش الناس وبيشغل ناس. القطاعات بدها بحاجة لتطوير، وبيكون في انفاق للإنتاج، وبيكون في انفاق للإنتاج. ما اليوم انت اذا ما اعتنيتي المواشي، خليني اعطيكي فكرة كتير بسيطة، مرة عملنا دراسة المواشي، البقرة وحدة إذا علفتيها مزبوط وطبيب بيطري أشرف عليها وكان كل شيء منيح، بتجيب $500 بالشهر نت، يعني صافي، يعني هيدا مدخول متوسط لأسرة متواضعة أو أسرة متوسطة. فنحن ما عنا هيدي السياسات، يعني نحن ما عنا دعم لهي القطاعات اللي بتنهض بالمجتمع، وخاصة بالمجتمع الريفي. من هون يعني أنا بقول البطالة مرتبطة بالوضع الاقتصادي، وتحديدا بالقطاعات الخدماتية وبالصناعة وبالسياحة. بقى هيدول القطاعات إذا طورناهم أكيد رح يكون المردود مهم ورح يشغل كتير ناس. شغلة تانية بموضوع البطالة، البطالة المقنعة، يعني في شيء اسمه مصطلح بطالة المقنعة. البطالة المقنعة هي بلبنان عنا إشكالية التوجيه لاختصاصات، يعني اليوم كلياتنا الأهل بدنا أولادنا يصيروا أو طبيب أو مهندس أو محامي أو محامي أو صيدلي، يعني هيدول المهن. اليوم عنا 2000 طبيب، الألفين طبيب يعني لكل 350 مواطن في طبيب، ما هيك؟ بفرنسا لكل 1500 مواطن في طبيب. المعدل العام اللي حسب الدراسات يفترض يكون في 1200 مواطن لكل طبيب. يعني الشيء اللي عم نحكيه نحن عم نحكي عن عدم اليوم ربط احتياجات سوق العمل باختصاصات الشباب. صحيح. اسمحي لي أعطيك بريك قصير ومنعود بعدها لمتابعة لقائنا.